السلام عليكم اعزائي المشاهدين، صلوا على الحبيب قلبكم طيب. بما انه فيلم فناف نزل يا اخوان، نزل الاربعاء مدري الخميس اللي فات، ادري يعني شوي متاخر لكن نزل يا اخوان فيلم فناف. طبعا اللي شاف الفيلم يعرف انه الفيلم جدا جدا ما شاء الله زي الخ. اليوم راح نلعب فايف نايتس فريدي بلس اي. اوكي فين اللي بيلعب فيه ما فين؟ قبل ما نخش في المقطع انسونا لايك والاشتراك ويلا خش. اوكي قاعد دايم بدينا. اوكي قاعد دايم على طول كذا، ما في هالو هالو. من اللي يعرفه في الجزء هذا انهم يدقون علي الباب اذا جو قربوا مني يعني. طبعا الليله الاولى الوضع دائما مستتبه يعني، دائما الليله الاولى تكون دائما سهله الا لو عاد في الجزء هذا يعني بيمسخونه شويتين يعني. في احد تحرك ولا لا؟ اوكي ما حد تحرك، كويس. اتوقع اني لازم اعلي البرايتنس اخوان، لاني حرفيا ما اقدر اشوف زي الناس. الساعه 2 اخوان والى الان ولا واحد فيهم تحرك. خلينا نضغط خشم فريدي، يمكن واحد فيهم تحرك. ايش بك واقف يا فريدي؟ لقيت خشمه قبل شيء ها؟ شوف دق خشمه كله تسوي شيء. اوه شت يا اخوان شيك تحركت. يو فين رحت؟ اخوان شيكا شيكا حبيبي. طيب اللي تحرك فيهم بس اللي هي شيكا، اما فريدي وبوني لسه واقفين ما تحركوا. اخوان صح ان الليله الاولى كان قسما بايت الليل اني مخروش، والله ما استهبل. اوكي الساعه 5 يا اخوان. ايش الصوت المشي ذا؟ اوكي بوني تحرك يا اخوان. بوني تحرك. اوه يا اخوان كلها شويات وتجي الساعه 6 زي ما انتم شايفين. خلاص الحمد لله الليله الاولى يا اخوان، الليله الاولى. اعوذ بالله. اوكي يا اخوان الليله الثانيه كمون. دونت بي اب سي اب. اوكي يا اخوان ليتس جو الليله الثانيه. ايش الصوت ذا حبيبي؟ اول ما بديت الليله يا اخوان اسمع اصوات غريبه. اخوان ايش الاصوات هذه؟ فوكسي بدا يتحرك يا اخوان. اعذروني يا اخوان اذا قاعد اتكلم بشويش، لكن اذا كنت مرعوب يعني وقاعد العب لعبه رعب قسم بالله يا اخوان ما اقدر اتكلم. وتحرك تشيكا او فوكسي حبيب القلب، تحركوا الاثنين ما شاء الله. ها حلو فوكسي يا اخوان طلع من الكيج حقه. قسم بالله قلبي قاعد يدق. بوني يتحرك قاعد دايم. فوكسي اخوان فوكسي حيوان قليل الادب، رجع مكانه صح؟ يرجع يا حيوان. يلا ايش الصوت ذا؟ في صوت ماشي يا اخوان. شيك في الباب اليمين يا اخوان. يب هذا بوني الزق. قاعد دايم يا اخوان قاعد دايم. قلبي قلبي قسما بالله قاعد يدقدق يا اخوان، والله ما استهبل. والله قاعد ارتشف يا اخوان قسما مثل الرشفه. والله ما استهبل اني فكر. اوكي الحمد لله جيمس كير فوكس يعني نفس ما هو اللي في الجزء الاول زي الخط. طبعا رجعنا يعني نبدا الليله مره ثانيه ونفس الاصوات المرعبه. في اصوات شرطه برا ما ادري ليه. اوكي شيكا تحركت اخوان، شيكا تحركت اخوان. اسمع القرب يعني. على طول على طول الاخ على طول. بس عمدها تجي الساعه 1 على طول طلع من مكانه. هذا فوكسي. يلا 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 على قفصك يا الحيوان. اول ما تشوف فوكسي يطلع من القفص حقه على طول قفل الباب حبيبي. طبعا انا قفل الباب من بدري من قبل لا يجري عشان يب تشيكي جت. هي الله يقلع بذا المكشي. اول ما تشوفه خرج زي كذا قفل ام الباب. شيك حبيبة قلبي ممكن تنقل عين حبيبتي؟ ايوه يلا يلا بس قد مقفل الباب حبيبي ما يحتاج تطق. مقفل مقفل حبيبي مقفل. يا اخوان ذبانة يا اخوان قسما بالله اني خسرت بسبب الذبانة يعني والله غش يا عيال. يمين بالله خربت علي يا تبدو. خش خش مره ثانيه، انا والله لازم انهي اللعبه ذي واروح خلاص. الحين اخوان الخوف شويه راح اخوان يعني اقدر اتكلم يعني فهمت الفكره وعرفت كيف يعني العبها. فخلاص يقول لك الثالثه ثابته خلاص، هذه المحاوله الثالثه خلاص. كيف فوكسي هنا بدا يطلع يعني بدا الجنان. انا عندي جنان هنا على طول على طول الاخ على طول. الله يا حيوان شوف الحيوان يجي بدون سابق انذار. في الجزء الاول الاصلي لازم تشوف الكاميرا وهو يجيك، ما مداه يرجع الا على طول يبغى يطلع. ايش امه ذا؟
طبعا كلهم تحركوا، بوني وشيكا كل ابوهم. الله يقلع ابو عيونك المتفرقه دي، انت ايش تبغى يا اخي؟ يا اخوان انا عندي شاشه اصور فيها الجيم بلاي وشاشه العب فيها، لما الف عيال الماوس يختفي للشاشه اللي فيها التصوير، كل ما الف قاعد يقطع كذا ما اعرف كيف، يا يعني اقسم بالله غش يا عيال. خلاص المره هذه خلاص، خلاص المره هذه المره خلاص. الرابعه ضاربه. كذا على كيف اطلع. طيب يا اخوان ما امداني ادخل اقول بسم الله الا وابو الشباب مرسبلني هنا بوجهه المكشعه. وشيكا تحركت معاه يا اخوان. المشكله يا اخوان انه فوكسي يتحرك بدون سابق انذار، لازم كمان برضو اشيك عليه، يعني مو بس اسحب عليه واطالع فريدي. طبعا بوني وشيكا يدقون الباب قبل ما يخشون عليك، يعني محترمين. هم الاثنين الباقيين فريدي وفوكسي عيال كلب. طبعا يا اخوان فوكسي طلع من القفص حقه، فعلى طول يا حبيبي قفل ام الباب ما فيه. شوفوا محترمين يدقون علي الباب قبل ما يخشون. لا تحاول حبيبي، مقفل الباب، لا تحاول. يلا اخوان مشكلة شيكا المكشة دي تطول ما تروح. فريدي تحرك يا اخوان، فريدي تحرك. مسوي تخوفني يا فريدي ها؟ هلا انا ما ادري فين فريدي، يعني فين فريدي يا اخوان؟ ايش هتمان ذا ولا ايه؟ قاعد ادور فيه في كل الكاميرات مو موجود. اخينا في الله ذا على طول طلع. يلا الساعة 5 يعني ما بقى الا 10. شيكا جتني في الحيوان، بغى يخش. تكفى. يس 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 يا حيوان ابنه، الله يقلع ابوكم يا شيخ. اوف عيال والله كذا يا عيال، والله كلوس ون يا عيال. الله يقلع ابو ذو الوجيه يا شيخ، قسما بالله الجزء هذا اصعب من الجزء الاول الاصلي. يعني فوكسي يجي بدون سابق انذار، فريدي ما تدري فين يا رجال يتحرك، ما تدري فين وما تشوفه في الكام ولا شيء، يجيك فجاه كذا. طيب من الاساس يا ابو حميد انت ما وصلت الليله الثالثه عشان يطلع لك فريدي اصلا. والباور يعني ما ادري اذا ملاحظين معاه ولا لا يا عيال، يخلص بسرعه يا عيال. ايش ذا اخوان؟ قسما بايات الله اني طول الوقت قاعد العب وانا اقسم بايات الله متقشعر ما ادري، ما قاعد اكلج انا من الرعب. زبده اخوان تبون اختم اللعبه، نشوف دعمكم يعني اذا كان في دعم كويس وزي كذا اللعبه، يعني نكمل ما في مشكله. بس اخوان لا تنسون اللايك والاشتراك. يلا السلام عليكم. طبعا يا اخوان بس قبل ما انهي بتكلم عن موضوع بسيط، الموضوع البسيط هذا يعني بيفيدني انه بيوصل المقطع 8 دقائق. يا اخوان اللي يقول انه انت ما تنزل اكثر من 8 دقائق وما ادري ايش، يا اخوان المونتاج مو عادي بس قص وخلاص نزل، يعني اتعب شويه على المونتاج فمين علي، ولو انه الاشياء اللي احطها يعني شويه زي الخ بس انه يعني برضه تعب فمين علي. زبده اخوان انه مو بس هذا السبب يا اخوان، السبب الاكبر انه عندي انا مدرسه واختبارات الارض كل اسبوع يا اخوان، اختبار فما يمديني افضى فمين علي اني اصور فيديو وامنتجه. وحرفيا الفيديو هذا والله ما استاهل اخذ مني يمكن 7 ساعات، ما استاهل الفيديو 8 دقائق ياخذ مني 7 ساعات يعني. يا ليته حتى 8 دقائق، انا الحين قاعد اتكلم يعني مدته اصلا 7 دقائق. فا اخوان يعني انا والله يعني ايش اسوي، ما اقدر اشياء هذا مو بيدي، ولكن ان شاء الله في الاجازه يعني بحاول اني اجيت حيلي يعني. وبس اخوان يعطيكم العافيه على المشاهده، سوينا لايك والاشتراك.